هل السحر يسبب أمراض خبيثة؟ نعم، يسبب أمراض خبيثة، يسبب سرطان، يسبب أمراض وهمية. لا طبيب ولا مستشفى يقدر يعالج هاي الأمور، وحتى يحتارون بيك. ورغم أكو بعضكم تحاليل نظيفة للنساء، تحاليل أرحامهن، الحمل، الإنجاب، كلها نظيفة، لكن أمراض مستمرة، حرقة وحرارة وانتفاخ بهالمكان مستمر، ما تروح ولا تأخذ أدوية ولا تأخذ أعشاب ولا تأخذ أي شيء، صح لو لا؟ كوبيكم حتى مل من السادة ومن الشيوخ، لأن السادة والشيوخ قضوها خلطات وصفات، واشرب هاي واستفرغ هاي وحط هاي بفراشك والبس هاي، صح لو لا؟ هذا ليس بالعلاج الصحيح، لأن أنتم دا تفترون بعيدين عن العلاج. أنا معالج مختص وليس فقط حافظ للقرآن، تحتاجون شخص يختص. ما أعتقد أنتم تحتاجون واحد حافظ للقرآن، لأن أنتم تقدرون تقرؤون القرآن بالبيت، تقدرون ترقون على نفسكم، تقدرون تسمعون الرقية، صح لو لا؟ لكن تحتاجون شخص يختص ويفسر الحالة اللي أنت عليها. غالبية المعالجين فقط يقضونها وصفات عشبية، وصفات علاجية للناس، وهذا الشيء مو علاج صحيح. لذلك هذه نصيحة لكم، تعالجوا عند المختصين وليس فقط حافظين للقرآن، لأن أغلبكم ما خلى وصفة، ما خلى عشبة، ما خلى شيء يشربه، وما شاف عليه فرق. تابعوني على الحساب هذا، جزاكم الله خير جزاء، والسلام عليكم.